وتكلفة التنقلات ترتفع بطبيعة الحال، لأن الأسعار القديمة كانت أسعار غير عادلة وغير موضوعية. معلومة أخرى، وتجدون كل هذه التفاصيل في الملف الصحفي الذي سيسلم إليكم بعد هذه الندوة الصحفية، أن الاعتمادات المخصصة لتأجير أعضاء الديوان الرئاسي انخفضت ب400,000 دينار. وهنا يعني بعض ما يقال في الشارع أو في الساحة العامة من كلام هو كلام غير دقيق، حتى لا نقول هو كلام خاطئ. يعني يذهب في ظن البعض أن الزيادة في ميزانية مؤسسة رئيس الجمهورية تمتع بها أعضاء الديوان الرئاسي، وهذا غير صحيح. أعضاء الديوان الرئاسي، قلت ذلك البارحة في القناة الوطنية الأولى وأعيد قول ذلك، لا يتمتعون بمليم واحد من هذه الزيادات، وكنت قد وجهت أو قد بينت يعني إلى أين تتوجه معظم هذه الزيادة. أيضا أريد أن أوضح شيء آخر، يقال أيضا في بعض وسائل الإعلام أن رئيس الجمهورية له 40 مستشار أو 30 مستشار أو ما إلى ذلك. أعضاء الديوان الرئاسي كلهم عددهم لا يتجاوز 18 شخصا، 2 فقط منهم مستشارين برتبة وزير و5 مستشارين أول، وبالتالي لا صحيح، لا 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 مصداقية مطلقا لأي حديث عن 40 مستشار أو 30 مستشار أو 25 مستشار. وكنا قد وضحنا ذلك في إحدى الندوات الصحفية، حيث قدمنا قائمة بأعضاء الديوان الرئاسي بصورهم وأسمائهم والعمل الذي يقومون به في مؤسسة الرئاسة.